السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في المقطع التاسع من سلسلة تعليم لغة السي شارب. عشان أفكركم، المرة اللي فاتت أتكلمنا عن البروبرتيز وتكلمنا عن أنواعها وتكلمنا عن البروبرتي إذا كانت مانيوال زي هذا المظلل وعن إذا كانت أوتوميتد مثل هذا. بس عشان أفكركم، اليوم هنتكلم على شغلتين بسيطة. هنستعمل نفس الكود هذا اللي هو Gradebook، لكن هنعمل فيه شغلة اسمها الConstructor، وكذلك هنعمل Two Objects في الكود الثاني اللي نادي على الكلاس. فهذه المرة هنستعمل Two Objects بدل واحد، وفي نفس الوقت هنستعمل الConstructor. عشان أفكركم بموضوع الConstructor، فاكرين إذا شغلنا هذا الApplication، فاكرين هذه initial value is كده. الكونستراكتور فايدته انه ممكن يضيف لي initial value، فبدال ما اخليها كده انا اقدر اقول له ايش يحط لي هنا. فهذا اللي حنسويه اليوم. طيب احنا خلينا نقول انه في كل object تعمله الانستراكتور يكون مثلا هنا، في كل object تعمله تمام بين القوسين هنا، هذا اللي هو يسمى الكونستراكتور اللي هو الاتريبيوت. عندك دائما هنا قيمة، حتى لو هنا ما في شيء القيمة هذه صفر. ففائدة الكونستراكتور انه بيرجع لي قيمة كمان، وغالبا تكون string، وبذلك حيكون انا تحكمت بالقيمة المبدئية الانيشال فاليو حقي. طيب خلينا نرجع للكود اللي هو Gradebook. طيب وخلينا نبدأ نكتبه من جديد، يعني نعدله عشان ننادي الكونستراكتور. لازم نعمل دالة تخص الكونستراكتور في الكلاس اللي نبغى نسويه. إذا احنا نبغى نشتغل كونستراكتورز لازم هنا يكون عندنا كمان كونستراكتور فانكشن. فنقول public class gradebook تمام. بعدين هنا قلنا public string course name get set، خليها زي ما هي، ما حنحتاج نغير فيها أي حاجة. بعد كده هحتاج أعمل له الدالة اللي تخص الكونستراكتور، وهذا شيء جديد. شوفوا الآن عشان نعمل دالة للكونستراكتور نقول له public، لازم تكون public عشان هتستخدمها الأوبجكتس اللي موجودة في الفايل الثاني. فنقول له public، بعدين نقول له gradebook تمام. بعدين حطينا له ايش attribute هنا، نقول له string name مثلا تمام. بعد كده نفتح القوس حقنا ونقول له course name ونقول له course name يساوي name تمام، نحط سيمي كولن ونقفل حقنا الكونستراكتور. كده احنا سوينا كونستراكتور. خلينا دحين نفهم ايش الكلام هذا. وبعد كده ايش هنضطر نسوي؟ هنعمل حقنا الفويد اللي هي تعمل ديسبلاي للمسج، public void display message console.writeline welcome to gradebook for slash n نقطة course name تمام. بعدين نقفل. هذا حقنا الكود الأول تمام. لاحظوا هنا، بس أباكم تنتبهوا لهذا السطر هنا، public gradebook، وحطينا له string زي ما قلت لكم، وسمينا هذا name تمام. معناته إنه هنا حط لي متغير اسمه name وخليه هو الاتريبيوت حق gradebook. يعني انا في gradebook حددت parameter تمام. بعدين قلت له خلي course name يساوي name اللي هو هذا course name اللي موجود عندي في البروبرتي. لا تنسوا الcourse name هذا خليه يساوي name تمام. نروح للكود الثاني. هنروح كل الخطوات هي نفسها، public class test gradebook. بعد كده عندنا الميثود حقنا، المين ميثود اهو،
بعد كده شوفوا ايش حنسوي. هنا مو قلنا حنستعمل two objects، خلاص grade book يساوي هذا مثلا ايش، ممكن نقول له my grade book 1 او خلينا نسميه grade book 1. طيب بعدين new grade book. طيب وانا ايش اللي ابغى يسوي لي هو، هاقول له هنا شايفين هذه new grade book، هنا هنحط شيء صح ولا لا؟ مو قلنا نبغى نحط النيم، فاللي حنقول له هو حنحط له مثلا اي string اسم هذا، هذه هي القيمة، هذا هو النيم اللي انا بحطه. فبقول له مثلا سي شارب مثلا 101 مثلا. طيب حطيت له string هنا النيم اللي انا حاطه، وبعدين تحط semicolon وهذه خلاص. طيب ابغى اسوي الاوبجكت الثاني الخاص بي، هروح اسوي copy paste لده. طيب command c، اعمل له command v هنا، وحسمي هذا ايش نسمي الاوبجكت، 2 مثلا، وهنا حنسميه جافا مثلا 101. تمام، فعندنا سي شارب وجافا 101 وحطينا السيمي كولون. طيب سوينا هذا الكلام هنا، حطينا الاوبجكتس حقتنا. طيب نبغى نطبع الناتج حقنا، ايش نسوي؟ نقول له console.WriteLine، وهنا مثلا هذا خلاص كله ما نبغاه، نقول له console.WriteLine مثلا نقول له grade book course name grade book 1 course name is. تمام، حط هذا كده. وبعد كده عفوا قبل القوس نحط المكان اللوكيشن، نحط صفر، بعد كده نحط له هذه العلامة، ونحط له ايش نحط له الان، شوفوا كيف نحطها. نقول له grade book 1 grade book 1 dot ايش حنحط، طبعا هنحط course name. حلو، حطينا course name ونقفل. طيب اعيد نفس الحكاية عشان اطبع النتيجة الاخرى حقت الاوبجكت الثاني، فانا اقدر اسوي copy paste على طول واسوي هنا paste. طيب course book 2 grade book 2 dot course name. تمام، فهو ايش سوى هنا، تلاحظوا ايش بيسوي، شوفوا هذا الكود حقي راح عمل الاوبجكت الاول grade book grade book 1 يساوي new grade book، وحطينا حقتنا القيمة الاتريبيوت اللي هو الكونستركتور، فهذا هو الكونستركتور اللي حط لي القيمة المبدئية الانيشال فاليو، وهنا حطينا الكونستركتور حق هذه. بعد كده طبعا الكونستركتور حق كل واحدة، حق كل واحدة منهم، حق كل دالة. فصار عندي هنا console.WriteLine grade book 1 course name is، حطينا في الادرس هذا قلنا له من object grade book 1 اللي هو ده dot ايش تبغى من grade book 1، ابغى course name صح، مو احنا حنادي البروبرتي اللي في الكود هذا الثاني اللي اسمها course name، فنادينا course name. وبعدين قلنا له النيم اللي هنا طيب خليه هو نفسه كورس نيم يساوي النيم. طيب فخلاص هو عارف انه المدخل اللي هنا حيصير هو كورس نيم، احنا قلنا له هذا الكلام وهنا حصل التطبيق. فقلنا له grade book كورس نيم، وبعد كده هذا النيم خلاص هو عرف انه هو ده النيم يساوي الكورس نيم، هو فهم من حاله، فهمتوا؟ فالان بتحاول انت بس تسوي العلاقات الان وتربط بينهم، هذا اللي هو النيم، هذا اللي هو يساوي ده في الكود الثاني اللي هو يساوي هذا string name. فإحنا بس عرفنا إنه string، هذا اللي يهمني، عرفت إنه string وقلت إنه name بغض النظر إيش اسمه، اسمه name لكنه متغير ويكون string.
فهو متغير حيتغير. فهنا احنا غيرناه الى سي شارب 101، وهنا غيرناه الى جافا 101. فقلنا نادينا كورس جريد بوك 1.CourseName. خلينا نشغل البرنامج ونشوف. هو المفروض يطبع لي بس. طلع عندي غلط. ايش الغلط هنا؟ بيقول لي my grade book. ايوه، تعرفوا ايش الغلط؟ انه ما صار في عندنا object اسمه my grade book. فايش اللي حنسوي؟ ما حنحتاجها هذه اصلا. dot display message ما نحتاجها، خلاص نقدر نشيلها. ما حنحتاج display، ما نحتاجها، نحط هنا نضللها. بس إذا كنا نحتاجها، ما صار عندنا object اسمه my grade book. لو نرجع هنا، فين my grade book؟ عفوا، لو نجي هنا فين my grade book، هذه كان اسمها my grade book، غيرنا الاسم احنا خلاص. فهذا نضلله كده. طيب نجرب نشغل الآن نشوف. هو اشتغل، طبع لي grade book 1 course name is C sharp 101، grade book 2 course name is java 101. press any key to continue. طبعا الكود هذا ما في اي ذكاء، ما في اي حاجه، بس الفكره انه بنقول لك كيف نقدر نستخدم two objects وايش هو الكونستراكتور، لانه حيستمر معانا الكونستراكتور في عده مشاريع بعد كده ان شاء الله. باذن الله المره الجايه حنبدا نتكلم عن برامج اعقد شويه، وحنبدا نشتغل على الفلوتينج بوينت، فحنبدا نشتغل على الديسيمال ومعادلات حسابية بإذن الله. إن شاء الله يكونوا استفدتوا. شكرا لكم.